فيما مر بي وعلي من أحداث حققت على هذه الأرض انتصارات وألمت بي انكسارات. هذا واقع معاش عشته في كل فترات المراحل السياسية المتتابعة التي عشتها، لكنني لم أتخلى أبداً عن يقيني بأننا بدون هذا الوطن لا شيء على الإطلاق. لقد اختبرتني السياسة واختبرتها، أخذت مني وأخذت منها، راجعت نفسي وراجعت كثيرا كل ذلك، ولم أغادر قناعتي بأن كل من يعمل بعيدا عن الصف الوطني خاسر لا محالة. على مدار سنوات عمري كنت شاهدا على كثير مما أحاط بهذا الوطن من مخاطر، لكنني لم أشهد مرحلة أصعب من تلك المرحلة التي نعيشها الآن، مرحلة تطل علينا فيها رؤوس الفتنة من كل مكان، ولا ينكر أو لا ينكر